مادية صلاحية معناها هو غاضب يخدم بمحلية مادية صلاحية في وسط الجهاز نتاعه. لقيتهم أجهزة فول أوتوماتيك تدخل المحلول صغيرة، هذا مختبر مرات خدمي يبدأ في تركينة منقطعة ما فيهاش طرابلس زي المشفى، هذين كل جايات في يعني مختبر. أنا ما بنخش راه وبنقول ضروري توفر لي جميع الأجهزة الكبيرة اللي هو قاعد فيها، ما بنجبر نقول له ضروري جيب لي راه جهاز فول أوتوماتيك عنده محل. هذه بالنسبة لي ملاحظة. عملية اي عنده ملاحظه يكتبها في التقرير هذا في مجال اختصاصه. اليوم النقاش يدور حول المختبرات. الحقيقه المختبرات واضح ان سيء طبعا، وزي ما تكلمنا في المقابله السابقه ان في مختبرات ضبطت عندها محاليل غير 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 صالحه يعني ومنتهيه الصلاحيه، وهناك بعض مثلا في دورات المياه تلقى مختبر يعني مساحته صغيره تلقى فيه دوره مياه واحده، وطبعا هو هذا المختبر يجب ان يكون المفروض فيه زوج دورات مياه، واحده للرجال واحده للنساء. وطبعا هذه احنا مجتمع محافظ، وتعرفوا انتم الكلام هذا يعني ما يجيش مره وراجل يقعد يتزاحم عليه حمام وحاجه زيك يعني. احنا اتخذنا اجراءات في حوالي حاليا 5 أو 6 مختبرات، وتم تشميع عدد منهم وتحويلهم للنيابه، وتم في اللي ممكن خدوه منه نيابة حصل أمر فتح بعد ما خلص مثلا المخالفة اللي عليه سدد قيمة المخالفة وفتحه، وإحنا نتابعه فيه إن حتى تفتح ما يعني إن خلاص إنك أنت بنتركوك أنت على هذا. إحنا بنزيد ونقوم بزيارات مفاجئة ونشوف مدى الالتزام بالشروط. الصيدليات طبعا انتهينا منها وناقشنا موضوعهم في مكتب المحامي العام بحضور السيد المحامي العام والسيد مدير النيابة وأعضاء الغرفة والنقابات، وطبعا وشرحنا لهم على المخالفات اللي تم ضبطها، ونفس الشيء أكدنا لهم على استمرارية الغرفة في متابعة الصيدليات. الصيدلية طبعا المخزن يكون لازم فيه تبريد، لازم فيه تبريد وتكييف جيد في الصيدلية، لازم يكون في سجل للأمراض النفسية اللي طبعا هذه أمراض في أدوية مخدرة ويجب أن لا تمنح لكل شيء، المفروض يكون في سجل ويسجل فيه، ومفروض يكون فيه حتى فواتير للمشتريات. والحقيقة أن في صيدلية كانت في مستوى، الحقيقة صيدلية المهدية المركزية كانت في المستوى ونشكر القائمين عليها، كل الشروط وكان متوفرة فيها الحقيقة يعني، وهذا يجب أن يشكر. لا سمعتي هذا اللي صار يعني شفتي تمام انت موافقة على فتحها اصلا؟ بدي نقول احنا ضعفنا ما نديروش ان احنا مثلا نقولوا خلاص فشلت اللجنه ومش عارفه شنو واحد. الحمد لله احنا نخدموا وبارك الله فيهم، حتى الحرس البلدي قايم بواش، وحتى انت مش قاعد فند عمر راهو اكثر من اللي تو عندي حاليا اكثر من 20 مختبر انت تميت عليه مره. هي الاشكاليه مستوى شغل مع بعضنا هذا مستوى افضل، انا نشوف فيه هيك يعني حق من ناحيه التجانس من ناحيه التنظيم. كل اللجنه موافقين حتى استاذ محمد على برنامج التقرير المفصل. احنا نحاول كل مختبر يبدا فيه الجميع المحاليل الاكسبايرز يعني لو فيه ما والمعدات المستلزمه لو قلنا في شيء هذول اللي ماشيين علينا احنا واللي يختص بالمختبرات. وزي ما قلتوا انتم يعني المساحه والامور هذه مانيش عارفه نتو الامور هي لان هذه حاجات جديده ما ندريش عنها.